عادل مبروك، فوز غالي. النادي الاهلي حقق الهدف النهارده من المباراه. انت عارف مدرستي. صحيح، لسه بدري، لسه الامور لم تحصل. انا ماليش دعوه بال ده، شوط اولاني مظبوط، وخلص الشوط الاولاني وتخطيت التعب وتخطيت المباراه المنتخب واللعيبه وايجاد اللعيبه واصاباتك، ولكن كره القدم لا تعترف بالشيء ده. احنا بنعترف بحاجه واحده، لما الحكم يصفر الشوط الثاني هنا واحنا وصلنا اقول لك مبروك. مظبوط، انت شوط اولاني اديته كويس نتيجه، وتخطيت كل العقبات اللي كانت موجوده عندك، لعبت انا من وجهه نظري ماتش كبير النهارده للنادي الاهلي. ليه؟ علشان الظروف اللي انت فيها. يعني اكتر انا يعني انا شخصيا كنت وقبل الاستوديو يا كابتن، قبل الشوط الاولاني قلت لك انا اتمنى اطلع متعادل، يعني علشان الظروف المحيطه بالمباراه، الظروف المحيطه بالمباراه، ولكن انت اديت اداء كويس، اللعيبه ده معدنها. وانا بقول حاجه مهمه جدا، النهارده النادي الاهلي اللي عمله ده بروح النادي الاهلي. صحيح. شخصيه النادي الاهلي، بشخصيه النادي الاهلي، بقوه النادي الاهلي، وفلنه النادي الاهلي اللي هي اللي انت عايز اقول لك هو ده السر. يعني سرك في روحك، في لعيبتك، رغم الاجهاد رغم التعب، ولكن قدرت ان انت اشتغل تكتيكيا كويس، قدرت ان انت تنجح تخطي تساير المباراه بلغه كره القدم. انت سيرت المباراه كويس، تطلع باللي انت عايزه، وتطلع باللي انت عايزه، ولكن ده شوط اول، لسه الشوط الثاني. انا لو كنت كسبت هناك 5 كنت لسه برضه هقول لك نفس الكلام. نفس الكلام. انا بشوف المدربين. ما هو يا كابتن ايمن في حاجه مهمه، كره القدم لا تعترف الا بالنتائج. احنا ادينا شوط كويس، ان شاء الله الشوط الثاني مش هيكون اقل اهميه من الشوط ده، ننزل المباراه والنتيجه 0-0 في المباراه اللي هنا عشان نخلص. ما دي سمه الفرق الكبيره، سمه الفرق الكبيره ولا بتفرح قوي ولا بتزعل قوي. فانت خلاص احنا تخطينا شوط اولاني، ان شاء الله نستنى الشوط الثاني ونستنى لاعبتنا برجوع اللعيبه اللي هي هتكون ان شاء الله ترجع من الاصابات. بص، هو الماتش الثاني بعد اسبوع كابتن، تذكر انك انت في اخر رمضان. تذكر انك انت الباور بتاع اللعيبه، تذكر ان اللعيبه اجهدت كتير قوي. حاطين لك حاجه في وسط الماتشات دي؟ لا مفيش. احنا كان فيوتشر اتاجل. خلي بالك يا كابتن ايمن، حاجه مهمه جدا، انت الفرق اللي بتلعب على كذا يعني بطوله وبتخرج من اجواء وبعدين انت مش فرقه عندك واحد في المنتخب ولا اتنين، انت عندك الفرقه كلها، لانك في حتى اللعيبه المحترفين عندك كلهم لعيبه منتخب. صحيح. بيروحوا منتخباتهم وبيسافروا وبيروحوا وبيرجعوا، فكان الاجواء كلها بتقول في الظروف دي انك انت لما تطلع بالشوط الاولاني بالشكل ده نقول مبروك، ونستنى المبروك بقى الاكبر انك انت تتخطاهم هنا، والنتيجة 0-0 لسه. صحيح. ولا المباراة دي اتلعبت أصلا، المباراة الفاصلة هنلعبها في القاهرة إن شاء الله يوم الجمعة الجاية. نتمنى من لاعبتنا ينسوا النتيجة دي خالص، يرموها بره واللي جاي، لأنه الموضوع مش سهل يعني.